في المشهدية. في المشهد الساخن، مجموعة فاغنر تعلن تطويق باخموت، ما الأهمية الاستراتيجية في مسار الحرب؟ في المشهد السياسي، تحقيق استقصائي يكشف عن شبكة نفوذ تعمل لمصلحة الإمارات في فرنسا، ماذا في الأهداف؟ في المشهد الفني، وقف إنتاجات درامية بعد إثارتها الجدل، هل خضعت للدراسة قبل مرحلة الإنتاج؟ في المشهد الرقمي، نصبت على مئات المصريين قبل أن تختفي، ما هي منصة هوب بول؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.